السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي مطبخ ام ياقوت. مبروك عواشركم، رمضان كريم، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والرزق والتيسير يا ربي، ولا فاقدين ولا مفقودين. اليوم ان شاء الله باش نشارك معكم الطريقه ديالتي ديال العسل، الطريقه الاصليه ديال المحلات اللي كيخدموا بها صحاب المحلات اللي كيبيعوا الشباكيه وكيصايبوا العسل. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على الطريقه الصحيحه والناجحه ديال العسل. عندي هنايا في المقادير، عندي هنايا قالب ديال السكر، تقدروا ديروا يعني 2 كيلو ديال سنيده، وعندي واحد الحامضه هكا دوائر، واحد القبيصه ديال الملحه غتجيكم غريبه ولكن كتصحح لينا داك المذاق. وعندي هنايا اطر ديال الماء، يعني بالعبار لتر ديال الماء. هادو هما المقادير ديال العسل اللي كيخدموا به، يعني بدون زيادات، ولكن انا غادي نضيف شي مكونات، يعني ضروري المراه المغربيه كتضيف شي حوايج من عندها. غادي نضيف واحد الدوائر ديال البرتقال، وغادي نضيف عواد ديال القرفه، وغادي نضيف حبات ديال الباديانه. نتمنى تكونوا كتعرفوا هذيك الباديانه كتعطينا واحد المذاق زوين في هذا العسل، هذا كيجينا منسم وزوين. يعني هادو هما المقادير. من بعد هنايا هرست هذاك القالب. دابا القالب اللي كنا كنعرفو كان قاصح، وداك الشيء ما كيبغيش كيتهرس، ما كيبغيش يدوب. اما ديال دابا راه دير بحال سنيده دغيا كيدوب، يعني في ساعته كيدوب. انتما غادي تشوفوا معايا خويت عليه الماء، يعني دغيا غادي يدوب، ديك 5 دقائق غادي يدوب، ما كنحتاج لا نبيتو لا والو. هانتوما شوفوا، يعني دير بحال سنيده، يعني ماشي بحال داك القالب اللي كان بكري، كان لما رطبتيه في الليل بات ليله كامله ما كتخدمي به. دابا راه كيذيب راسو صافي. كنحاول نخلط هكا، نحرك شويه باش كيدوب، كنعاونو باش يدوب، وكنضيف ليه هذوك دوائر الحامض وديك القبيصه ديال الملحه ودوك دوائر البرتقال والباديانه والقرفه. كنضيف يعني جميع المكونات، وهذاك ليطرو ديال الماء درتو كامل. يعني هاد العسل هذا بلا كوكوب، يعني غير في الكميله عاديه هكا باش كيخدموا اصحاب المحلات، ما كيديروش نهائيا الكوكوب، كيديروه غير في الكميله وما كيغطيوش نهائيا، كيخليو الكميله عريانه ما كيديروش ليه الغلاقه ديالتها. كما غتشوفوا في الاول غادي نجهد ليه العافيه على هذا الشكل هذا، حتى كنشوفو كيبدا كيغلي صافي. من بعد كنقص ليه العافيه تكون متوسطه، يعني ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه. الا جهدناه بزاف راه كيطيب دغيا وكيتحمر، ولكن ما كيجيش طايب دغيا، كيتحجر معانا. ولا نقصنا ليه عاوتاني راه كياخذ معانا وقت طويل، يعني العافيه تكون شويه متوسطه صافي. مره كنحركو وما كنغطيش، يعني الكميله كيف ما قلت لكم اولا الطنجره ديالتي ما كنغطيهاش. مره كنحرك، تقريبا خدا معايا ديك 50 دقيقه، يعني 50 دقيقه حتى لساعه على حساب نتوما العسل كيفاش بغيتوه. بالنسبه للعسل ديال الشباكيه راه كيكون ثقيل، كتخليه وشويه حتى كيحمر دوك الحامضات مزيان وهذاك البرتقال. الا بغيتوه خفيف المعسلات البغرير البطبوط، يعني كتخليه شويه خفيف ديك 45 دقيقه على حساب كل سيده والبوطه ديالتها، يعني البوطه حتى هي كتلعب دور على حساب العافيه انت كيفاش دايره ليها، واش مجهده بزاف واش متوسطه. انا هنا في هذه المرحله راه طاب ليا العسل، يعني داك الحامض ولا في الجناب حمر و تيولي بحال كيولي قاصح. ومني كنهزو، يعني كنهزو هذاك العسل كيمشي معنا خيط واحد، هذا دليل ان العسل ديالنا راه وجد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، يعني ما كيتقطعش، كيمشي خيط واحد صافي، كنعرفوا بان العسل ديالنا راه واجد. وطريقه اخرى عفوا، كناخذ واحد طويسيل صغير كنديرو في المجمد حتى كيبرد مزيان، وكنقيس فيه العسل ديالي، كندير فيه واحد المعلقه ديال العسل. الا مشى معايا خاتر صافي راه دليل على ان العسل واجد، على كيف ما كتشوفوا راه ولا خاتر صافي. كنطفي البوطه صافي، دابا العسل ديالي واجد صافي، كنخليه حتى كيبرد حتى الغد ليه. ها نتوما دابا من بعد ما بات ليله كامله شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجي خاتر وثقيل. ونتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعتمدوها وتنجح معكم، وما تبخلوش عليا بواحد لايك للفيديو الى عجبكم طبعا.
وهاد الدوائر ديال البرتقال هما اللي شاركت معاكم. يعني هاد العسل وجدته يعني شحال من يوم هذا ولكن ما كتبتش واش نحطه. هاد الدوائر ديال البرتقال وحتى الدوائر ديال الحامض كنت حضرت بهم هادوك لي سيجار في ديك العماره ديال الكاوكاو. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو سيجار ديال الكاوكاو وحتى هذيك المعسله بحلاوه تركيه تقدروا ديروها في تحتفظوا بهذوك الدوائر وتحتفظوا وديروهم في الحشوه وتزينوا بهم الحلويات ما ترميوهمش. وشوفوا معايا العسل كيفاش خاطر وناجح مليون في المية. كان هذه هي الوصفة ديال اليوم، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. كنضرب لكم موعد الفيديو القادم بحول الله. إلى اللقاء.